اخويا البارح اخويا خدام تاعي تاتلي خالتو جمع الدراري الدراري ديما كيجي معاهم الدراري من العائله كيجيو معاهم طايت تاتلي خالتو قالت لي راه ولدي غرق. جيت اخويا هنا بغيت نشكر الدرك الملكي اللي وقفوا معايا الله يرضيهم بخير. بغيت نشكي سميتو متناجرات. بغيت نشكي المتطوعين اللي طوعوا معايا هنا. هي سيدي مع الوقع هو ان عيطوا على الغطاسه قالوا غيجيو على الغطاسه بقينا نتسناو من 8 ديال الصباح مثل الخمسة ولا مرات الخمسة تقريبا ربعة الخمسة ما عندناش الدرجة. ملي جاو حتى هما المعدات كانوا هزيلة جدا قراي ما خداميش هادي هذا طاحت لينا الصمتة هادي هادشي اللي هذا انا هما هذوك انا جوج الغطاسة انا ما غاديش ندير عليهم الا ما عندهمش المعدات او لا شي حاجة ما عندي ما ندير لهم. هذا غير كنقول داكشي اللي شنا ولا حضرنا ليه حنا واقفين وتحركنا على ولدي. وليدي اخويا كان مع الدراري جاو هنا على حسب الدراري اللي راه خداو الدرك الملك الاقوال ديالهم بانه جاو هنا هما تلاحوا قال لك اسيدي تلاحوا وحتى هو ملي شافهم قالوا لي غير واش قالوا لي تلاح ولا المهم ما عرفتش انا اش وقع. المهم ملي تلاح المهم اسيدي تلاح قال لك ضربته الموجه رداته للحدا الصخره. هو اسيدي بدا كيقول لي بدا كيقول لهم هبط قال لهم اطلع كيقول لهم انا كنغرق واحد فيهم طوع هبط ملي هبط قال لك ما بقاش شو هبط قال لك ما بقاش طلع. هذا الشيء اللي كاين اسيدي وكنشكر كاع الناس اللي حضروا معايا هنا وكل شيء هذا وهذا الشيء اللي عطى الله قدر له ما شاء فعل انا لله وانا اليه راجعون قدر الله. انا دابا اللي كنطالب هذه غيجيو الغواصه يصيفطوا لي هذا باش ينقذوا لي ولدي باش نشوف بتاع نشوف ولدي صافي هذا الشيء اللي كاين راه ولدي راه الكبده هذيك اخويا راه الكبده انا بيت اخويا في البحر هنا راه كنمشي حتى السخط اللي هو كان جيت لهنا كنمشي حتى ليه وكان جيت لهنا راه بيت هنا مع خويا عنده شي 15 عام اخويا هو كنطلب لهم الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير الا كان شي مساعد يجي يساعد هنا يهبطوا هنا يقلبوا لي ولي ولد هذا الشيء اللي بغيت منه انا ما بغيت حتى حاجه. الام ديالو بلا ما نهضروا عليها صافي الام ديالو راه ما تهضر ما والو راه ما كتهضر ما والو راه جالسه تما راه كيهزوا فيها وحطوا فيها. انا المهم جيت انا مع 12 عيطوا لي جيت لقيت انا المتر ناجر مني جيت انا يعني 12 جيت لقيت على المتر ناجر يعني بدون معدات راك عارف المتر ناجر ما كاينه لا وقايه مدنيه لا والو. الدرك الملكي كان مني من بقينا كنقول لهم حنا زعما فينا من الغواصه عيطوا لنا على الغواصه بقى واحد المده عاد جاو الغواصه تقريبا واش الربعه ولا الخمسه عاد جاو بدون معدات يعني كنشوفوا فيهم راه انت الصمته راه انت ما عندناش ليسانس في سميتو يعني كنشوفهم بانهم معدات ما كايناش معده ما كاملاش الساعه طلعوا قالوا لينا صافي دابا ما عندنا ما نديروا هنايا لان الموج زعما واجو تقريبا مع الخمسه قلت لك ساعه ما كملوهاش ما كاملاش داكشي اللي غرق فيها هنايا فهاد البلاصه طليتوا الصباح ليكون شي امن طلينا ما كاين والو طلينا الصباح ما نعسناش اصلا يعني بايتين هنايا ليله بيضاء الصباح ما جات حتى واحد طلع علينا حتى مشاو هما وصلت هذيك العشره يا حتى واحد مشاو كيدقوا عليهم والو حتى كانوا غيديروا عليهم الباب عاد فاقوا قالوا لهم حقا حتى ال 11 جا ضارب جيسكي عادي قلنا لهم قالوا هما اصلا قالوا لينا شوفوا الصباح لان البحر تيكون هابط الصباح ما شفنا حتى واحد يعني دابا غيجيو ثاني يقولوا لك حقا راه طلع البحر ما نقدروش ما دايرينش هذيك ديال اسمي بانها منطقه غير محروسه. ملي قلناها لهم قالوا لنا البانو راه كيحيدوه حنا شنو الدري ما بانش ليه البانو يعني راه يقدر يعوم لا كان متطوع كان واحد المتطوع هو اللي مسكين ضرب تاعي ما قدرش لو كان هذاك اكثريه هذاك الدري هذاك الله يجازيه بخير وجا الصباح قال لك قلبت ودخل وداك الشيء يعني دارقه كان هو راسه مع عائله. حنا دابا بغينا غير يجبدوه لينا نحسوا بفهاد يعني الروح راه يعني واخا على الاقل جوته نحسوا يعني كاين اللي وقف معاه كاين هو دابا شوف انت واش بان لك شي واحد العائله اللي كتقلب يعني جينا كنقلبوا ريوسنا هنايا تاعينا ها هو دابا شوف راه طلع شي كبير والله الا كان هابط يعني باش يجيو سميتو دابا قال لك حقا تاع ال 11 عاد يجيو حتى ال 11 عاد يجيو الغواصه حنا دابا ما شفنا والو الا جاو كاع غيجيو ثاني بمعد يعني معدات ما كايناش بدون معدات. لا اله الا محمد رسول الله.